هنا في شوارع باريس يتجول المتسوقون لشراء مستلزمات احتفالات عيد الميلاد رغم استمرار احتجاجات حركة السترات الصفراء للأسبوع الخامس. إنها المرة الأولى التي نقرر فيها الخروج للتسوق لعيد الميلاد بعد أن قررنا البقاء في المنزل خلال الأسابيع الثلاثة الماضية بسبب الاحتجاجات. وصلنا هذا الصباح ولم نتمكن من الوصول إلى الفندق لأن جميع محطات القطار كانت مغلقة، واستغرق الأمر حوالي 3 ساعات للوصول إلى المكان الذي نريده. التجهيزات هذا العام للاحتفال بعيد الميلاد في باريس تزامنت مع تشديدات أمنية، حيث انتشرت الشرطة الفرنسية في شوارع العاصمة لتأمين المتاجر. عيد الميلاد قادم، وفي نهاية المطاف ليس لدينا أي خيار سوى استغلال عطلة نهاية الأسبوع للقيام بالتسوق. أما هذا المواطن الفرنسي فأرسل بجيتاره من أمام أحد المتاجر في شارع الشانزليزيه رسالة إلى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.